بنات الأخوات بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، وبنات الإخوة بنت الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ذكرنا العمات، أي عم لك شقيقة أو لأب ولأم، وكذلك عمات الأب وعمات الجد. والخالات، خالة شقيقة ولأب ولأم، وكذلك خالات الأب وخالات أبو الأب الجد وكذا، ولأحد أصوله. وسبع من الرضاع مثل هؤلاء. كيف تعرف من الذي يحرم من الرضاع؟ ترجع إلى نفس المذكورين. رضع خالد من مرأة تسمى بسعاد، فهذا خالد الآن نعتبر أن خالد هو مثل ابن سعاد، هذا لديها ابن، الابن هذا يحرم عليه أن يتزوج من من؟ من أمه، من سعاد. فهذا خالد، هذه هي أم له من الرضاعة، أي سعاد. أم سعاد كذلك أم لها، جد لهذا من الرضاعة، وهكذا. لكن إخوة خالد، خويلد مثلا، خويلد هذا هل يصح له أن يتزوج ببنت سعاد؟ نعم، ليس له علاقة، العلاقة فقط بهذا الذي رضع من هذه المرأة، على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الرضاع. وأربع محرمات بالمصاهرة، أم الزوجة وأمهاتها، أم الزوجة وجدة الزوجة وهكذا. طيب، وبنت الزوجة، بنت الزوجة يعني هي مزوجة من قبل وكان لديها بنت، فالبنت هذه هل تحرم عليك أم لا؟ الأم تحرم، أم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد، تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، وبنت الزوجة تحرم عليك بمجرد الدخول، أي بعد العقد. وهذا فيه أنك تنتقل إلى الأدنى للأعلى، هذا بماذا؟ بالعقد، إلى الأدنى، إلى الصغيرة دون الكبيرة. أما بالدخول لا تنتقل لا إلى الأدنى ولا إلى الأعلى، وتسمى بنت الزوجة بالربيبة. زوجات الآباء، زوجة الأب، تزوج الأب غير أم هذا الرجل، فهي زوجة أب، وكذلك زوجة الجد محرمة عليه. زوجات الأبناء، زوجة الإبن، وكذلك أبناء الأبناء. نعم، المحرمات إلى أمد. أخت الزوجة الآن تحرم عليك من حيث النكاح، لا تستطيع أن تجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وخالتها. هل معنى هذا أن هذا الزوج محرم على أخت الزوجة؟ لا. ولا معنى هذا الذي يكون قد تزوج أربع نسوة يكون النساء في حقي كلهن محارم؟ لا، هو يحرم عليه النكاح فقط. أما هذه يعني من الأقارب، قال أفرأيت الحمو؟ قال نعم، قال الحمو الموت، أشد خطر من البعيد، هذا القريب أشد خطر من البعيد. نعم. طيب، لا يمكن أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وأختها وكذلك خالتها. نعم، يجوز للحر أن يتزوج بأربع نسوة، وأما العبد فلا يجوز له بأن يجمع أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يملك ما شاء بشروط مدونة في كتب الفقهاء. طيب، ذكرنا فيما تقدم في محظورات الإحرام أن المحرم بحجة وعمرة
لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي. تحرم المحرمة بحج وعمرة حتى تتحلل، نعم، من إحرامها، وكذلك المعتدة على ما تقدم معنا. وتحرم، نسأل الله السلامة والعافية، الزانية على الزاني. تحرم الزانية على الزاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ما معنى هذا؟ معنى هذا كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الزوج، نسأل الله السلامة والعافية، إذا كان يزن والزوجة تعلم بهذا، فهي إما أن تقر بتحريم الزنا ولا تنكر على الزوج، فهي مشاركة له في الإثم، زانية في الإثم، أو مشركة إذا أنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أي أنكرت تحريم الزنا. وكذلك نسأل الله السلامة والعافية، إذا كانت الزوجة تزني ويدري عنها الزوج وأقرها على الزنا، فإذا كان مقر بتحريم الزنا فهو مشارك لها في الإثم، وإن أنكر تحريم الزنا فهو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا على قول في تفسير الآية. تحرم كذلك المطلقة ثلاثا من الزوج حتى تنكح، أي حتى يطأها آخر غير هذا الزوج، ثم بعد هذا يطلقها وتحلها. نعم. الرضاع الذي يحرم ما يكون قبل الفطام، أي قبل إتمام سنتين، وهو خمس رضعات يقول فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. من صاحب اللبن؟ زوج هذه المرأة، أي زوج سعاد على ما مثلنا في المثال الأول. نعم، هو والد من الرضاعة. طيب، الشروط في النكاح، نريد أن نأتي بقاعدة فيها الشروط، سواء كان في النكاح أو في البيوع أو في أي شيء. الشروط في أي عقد من العقود، عقد نكاح، عقد بيع، عقد إجارة، أي عقد من العقود، تقول الشروط في كل العقود تنقسم إلى قسمين، شرط لازم وشرط زائد، شرط لازم وشرط زائد. الشرط اللازم يعني يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد أو في العقد، شرط لازم يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، وهذا هو من مقتضى العقد أصلا. الثاني شرط زائد يأتينا إن شاء الله تعالى. مثال: تزوج امرأة ثم لم ينفق عليه لا طعام لا شراب لا عشرة بالمعروف، كل يوم في الليل والنهار أتزوج عليك أتزوج عليك وأصنع ولا سكنى ولا غيره. فجاء الولي إلى الزوج قال: يا أخي لماذا تصنع هذا؟ قال: أنت لم تشترط وقت العقد السكنى والنفقة والعشرة بالمعروف. سبحان الله، يقول الولي، هذا من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، لأن ذكر هذا في مجلس العقد يعني أمر معلوم، فلا داعي أن أذكر لك العشرة بالمعروف والنفقة وغير هذا. أو يقول الأولاد ليسوا لي. سبحان الله، إذن لمن؟ شئت أم أبيت، لابد. هذا شرط يسميه العلماء شرط لازم، شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. الثاني شرط زائد. الشرط الزائد هذا ننظر فيه، إذا كان يحل الحلال يعني لا يقلب الحقائق،
يعني لا يجعل المحرم حلال ولا الحرام حلال، فهذا يجب الوفاء به إن ذكر في العقد، لأنه لا يخالف الشريعة. هذا قسم. يعني مثاله، اشترطوا على الأخ، اشترط الولي على الزوج، قال لابد أن تصنع أمور للزوج، إكمال الدراسة وسكنة في بلد كذا وشقة 5 غرف وسيارة بورش وتصنع لها تدفع لها كذا وكذا مهر. هذا شرط زائد. ننظر في هذه الشروط، قلبت الحقائق؟ لا، وافق، إذن يجب الوفاء. مفهوم؟ إذن هذا شرط زائد لكن غير مخالف للشرع، يجب الوفاء به. الثاني شرط زائد لكن مخالف للشريعة، يجعل الحرام حلال والحلال حرام. قال لابد أن تصنع عرس، قال حاضر، وتأتي في هذا العرس بالخمور والمعازف والدخان ونصنع كذا وكذا وكذا وكذا. ماذا يقول؟ قل حاضر، أبشر، نكتب. قال أكتب. إذا كان هذا الولي يعرف الحكم، في الغالب أنه يعرف حكم الخمر وأكل لحم الخنزير، فإذا كان يعرف الحكم يقول الفقهاء نكاية به، يقول قبلت ويحرم عليه الوفاء وانتهى الأمر. هذا إذا كان الولي عالما بالحكم، وإذا كان جاهل بالحكم يقول هذا حرام، قال نعرف أنه حرام، تصنع أو لا؟ يقول أصنع ويحرم الوفاء بهذا الشرط. الدليل، ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة قصة بريرة رضي الله عنها. عندما أرادت عائشة أن تعتق بريرة اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فسألت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشرط. هذا شرط زائد لكن مخالف للشريعة. نعم، قال اعتقيها واشترطي لهم الولاء. ما يصلح هذا الشرط ولا وفاء به، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لا ولاء لهم، ونكاية بهم يكون هذا على قبول. مفهوم؟ أما أن تأتي بالخمور وكذا، أعوذ بالله. إذا الشروط تنقسم إلى قسمين في كل عقد، شرط لازم مقتضى العقد يجب الوفاء به، شرط زائد ننظر فيه، موافق للشريعة يجب الوفاء به، مخالف للشريعة يحرم الوفاء به. إن كان الولي عالما بالحكم تشترط ولا وفاء. باب العيوب في النكاح. قلنا أن الخاطب عندما يأتي وإن يقول وتسمع لقوله كلام حسن وتفاهم وهدوء ويتحدث عن نفسه، الحمد لله حضرنا الدورة، درسنا كتاب النكاح، وأنا أعرف هذه الأمور، وعندي تزكية من الشيخ فلان وفلان، وكان أحب أن يأتي معي لكن أنت تعرف المشاغل وكذا، ويعني إن شاء الله ترى ما يسرك مني، ونحن عائلة عرفت بكذا وكذا وكذا وكذا. ثم بعد أن يحصل أدنى إشكال، أي بعد الدخول العقد والدخول، يبدأ بالصورة الحقيقية ويأتي للشيخ. قال يا شيخ والله لعبوا علي وبها عيوب. ما هذه العيوب؟ ننظر الآن عيوب في النكاح. العيوب في النكاح لا بد النظر فيها.
هناك أشياء قد يراها بعض الناس عيب وهي ليست بعيب. مثاله عندما جاء للشيخ قال والله أعوذ بالله يا أخي عينيها صغار جدا، هذا ليس بعيب في النكاح، ما مدخل هذا في عيب في النكاح. على البعض يحب أن تكون العيون صغيرة، صح؟ أي نعم. فهذا يرجع باختلاف الأشخاص وكذا. فالعيوب في النكاح ننظر إلى هذا العيب، هل هو عيب معتبر أم لا؟ طول الشعر مثلا وقصر الشعر هل هو عيب؟ لا، ليس بعيب، مفهوم؟ نعم. طيب ننظر في هذا العيب، هل علم به الزوج قبل العقد؟ نعم أم لا؟ إذا علم به ليس له أن يقول أن هؤلاء قد صنعوا وصنعوا به ولم يبينوا لي العيوب. يجب على الولي إذا كان يعرف هذه العيوب، ولكن تكون هذه عيوب معتبرة أصلا، كان يكون بها عطاس أو زكام، صحيح؟ ليس بعيب، لكن تعاني من مرض مزمن مثلا فهذا عيب. سقطت من فوق السرير أيام كانت في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، قال لم يخبروني بهذا، كذبوا علي وأنا أريد أصنع بهم وأصنع بهم وكذا. سبحان الله، ما يعطوك شريط مسجل عن حياتها في كل شيء. ننظر العيوب هل هي معتبرة أم غير معتبرة، وهذا يرجع فيه للقضاء أصلا. نعم. طيب جنون، بها جنون، ليس جنون الغيرة، لا،